الدولة عبد القادر بن صالح يستدعي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية 2019. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد التزام الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية، ويحذر من اختراق المسيرة السلمية، ويدعو أبناء الشعب الجزائري إلى اتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر. نشرة أيضاً، الناطق الرسمي للحكومة يفند إشاعة منع المسيرة بالعاصمة، ويدعو الإعلام إلى التأكد من المعلومات قبل نشرها، ويعلن عن إجراءات لتعزيز السياسة الاجتماعية في شهر رمضان. نشرة الأخبار، أهلاً بكم. بداية إذن، وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أمسي 9 أفريل الجاري يوم توليه وظيفته، وقع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019. وعقب تولي عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة أمس، التزم في خطاب موجه للأمة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، التزم باستحداث هيئة وطنية جماعية سيدة بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية والمواطنية، تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة. قراءة في مضمون خطاب رئيس الدولة مع وهي بحرش. في خطابه الأول للأمة عقب توليه مهام رئيس الدولة، التزم عبد القادر بن صالح بتنظيم الانتخاب الرئاسي في مدة أقصاها 90 يوما، وهي فترة توليه مهام رئاسة الدولة بمقتضى أحكام الدستور الجزائري. الموعد الانتخابي الهام، ستوكل مهمة تنظيمه إلى هيئة وطنية جماعية سيدة ستتكفل بتوفير الشروط الضرورية لضمان نزاهته وشفافيته، أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي تعهد بأنه سيلتزم باستحداث هذه الهيئة بالتشاور مع مختلف أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني من باب الأولوية والاستعجال. رئيس الدولة أكد تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهمتها بكل حرية ومرافقتها، داعيا الجميع إلى تجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي يكون في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساس، وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة. رئيس الدولة وفي خطابه للأمة أكد حرصه على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة وصياغتها في أقرب الآجال بمساهمة الطبقة السياسية والمواطنية المدعوة للمشاركة والإبداع والثقة من أجل بناء هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا سيكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. رئيس الدولة دعا إلى تجند الجميع لمجابهة الرهانات العاجلة، معتبرا أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة سيمكن من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الآجال الدستورية، وإرساء نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام للجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية. وإثراء مشاهدينا للموضوع، معنا في بلاتو نشرة الثامنة الأستاذ محمد العقاب، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر. مرحبا أستاذ. إذن أستاذ العقاب، رئيس الدولة يتولى مهامه رسميا باستدعاء الهيئة الناخبة إذن اليوم 4 جويلية المقبل، حيث وكان أمس قد تقدم بخطاب للأمة،
تابعتموه طبعا، وتقدم أيضا بمجموعة من الالتزامات منها تنصيب هيئة وطنية تشاورية سيدة، ما معنى ذلك أستاذ الحمد؟ أولا شيء طبيعي أنه الاحتكام إلى المادة 102 من الطبيعي جدا أن تؤول الأمور إلى أو رئاسة الدولة بالنيابة إلى عبد القادر بن صالح، والمادة 102 هي كانت تقريبا المرجع الذي رسمته أو تمسكت به يعني المؤسسة العسكرية منذ البداية. الآن تولي عبد القادر بن صالح، واضح أن المهمة الأساسية في الأمور العادية هو استدعاء الهيئة الناخبة فقط وتنظيم انتخابات بعد 90 يوم، ولكن لأننا الآن تقريبا في حالة غير عادية لديه بعض المهام لابد أن يستكملها. من بين ما تعهد به هو هذه الهيئة، وهي هيئة دستورية طبقا للدستور 2016، هيئة دستورية لابد من إنشائها لتنظيم الانتخابات. ولكن فقط أنه بن صالح في الخطاب تاعه كان تحدث عن الحوار مع الأحزاب والمجتمع المدني وغيرها، والمفروض كان انه هذه النافذه ينبغي ان تكون يعني في صداره الاهتمامات. سماها تشاورية؟ نعم، لا نقصد انه حتى اعلان يعني استدعاء الهيئه الناخبه كان يكون افضل لو كان يعني بالتشاور مع يعني الفاعلين السياسيين. الان هذه الهيئه انا نتمنى انها تكون يعني بالتشاور مع جميع الاطراف، لانهم لاعبين اساسيين وشركاء مهمين لتجاوز الصعاب وتوجه المستقبل. واضحة استاذنا، صرح انه هي هيئه وطنيه تشاورية مع جميع الأطياف. لا هي تشاورية، أنا قلت لك الآن بعد 90 يوم، بعد 90 يوم راح ننطلق مباشرة، ما بقاش وقت، وهي تشاورية. أنا نتوقع أنه بداية أسبوع راح لازم يفتح تشاور. بالنسبة ل 90 يوم أستاذ العقاب، هل في رأيكم يمكن إجراء انتخابات رئاسية في هذه الفترة، فترة 90 يوم؟ وما هي الظروف والإجراءات الاستعجالية يمكن اتخاذها للتحضير لهذه الانتخابات بهذا الحجم؟ والله شوفي، انا من وجهه نظري، لانه الان الامور هي بيد الجهات الاخرى، انا من وجهه نظري الان كل واحد يعطينا نظر، انا وجهه نظري انه لو هذه الهيئه اللي تكلم عليها رئيس الدوله عبد القادر بن صالح، لو نذهب الى الدستور ونحدث بعض التعديلات طبقا للماده 211 من الدستور، ثلاث اربع من اعضاء البرلمان يقترحون تعديلات على هذه الهيئه وتكون هيئه مستقله 100% مثل ما قال عبد القادر بن صالح، قال سيده اذا تكون مستقله تماما عن الاداره، وهذه الهيئه هي التي تشرف على تنظيم الانتخابات من الصفر الى اعلان النتائج. في هذه الحاله ممكن ان تزيد في طمأنة الرأي العام. قلت لك تزيد لأنه العامل الأساسي يعني في المسار الانتخابي أن نشوفه في الظروف غير عادية هو موقف الجيش الذي قال باللي راه ضامن للانتقال الديمقراطي سلس وانتخابات شفافة. سنأتي إذا، خليك معنا أستاذ العقاب، سنأتي إلى تحليل آخر فيما يخص موقف المؤسسة العسكرية بعد متابعة هذا الموضوع. خليك معنا أستاذ العقاب. في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، ذكر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال ترأسه لقاء توجيهيا بمقر قيادة الناحية، ذكر بوقوف الجيش في صف الشعب والانحياز إلى جانبه والتأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة في إطار الشرعية الدستورية في مختلف تدخلاته منذ بداية المسيرات، انطلاقا من تأكيده على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الأجال، ثم اقتراحه تفعيل المادة 102 من الدستور. وأمام عدم الاستجابة لمقترح والتماطل تم أو للمقترح والتماطل تم اقتراح تفعيل المواد 87 و102 من الدستور، ثم الموقف التاريخي الصارم الذي اتخذته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كآخر محطة، حيث أصرت على تلبية المطلب الشعبي الملح وتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور فورا، وكان للشعب ما أراد حين قدم رئيس الجمهورية استقالته مساء اليوم نفسه والدخول بالتالي في مرحلة انتقالية. المزيد مع خليدة حاج جلالي. في البداية وبعد مراسم الاستقبال وبمدخل مقر قيادة الناحية
وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح المجاهد بجنان أحمد المدعوسي عباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار. بعدها ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الناحية بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية ذكر فيها السيد الفريق بحرص الجيش الوطني الشعبي منذ بداية المسيرات السلمية التي أبان فيها الشعب الجزائري عن سلوك حضاري ومستوى راق من الوعي والنضج على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه والتأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. السيد الفريق نبه لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار مسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسة الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسير مرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال. ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوعة بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض المناصر التابعة لبعض المنظمات غير حكومية التي تم ضبطها تلبسة وهي مكلفة بمهام اختراق مسيرات سلمية وتوجيهها بالتنسيق مع عملائها في الداخل. هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططاتهم الخبيثة التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا. السيد الفريق أكد أن هذه المرحلة الحاسمة تقتضي من كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات. وعليه تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر تضافر جهود كافة الوطنيين باتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساس المصلحة العليا للوطن، والآخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية تتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، وأن تولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفته بعد إقرار حالة الشغور منصب رئيس الدولة لمدة 3 أشهر بصلاحيات محدودة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
أود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعة السير هذه المرحلة، وذلك في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه في جو من الهدوء، أقول في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة الجوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما شقها الاقتصادي والاجتماعي التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف والمطالب التعجيزية، بما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي دولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء واجبات دولة القانون والمؤسسات. السيد الفريق أشار إلى أن العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة. وفي هذا الشأن تحديدا فإننا نشير إلى أن العدالة وقد استرجعت كاف صلاحياتها ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي هذا الصدد ليطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك في ملفات سابقة كقضايا الخليفة والسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد التي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. الفريق أحمد قايد صالح جدد التذكير أنه لا طموح له سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها، وأنه على ثقة كاملة بتفهم الشعب الجزائري وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وقدرته على الخروج من هذه الأزمة منتصرا. وأود بهذه المناسبة أن أجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة والوقوف إلى جانبه رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت تاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها، وستخيب كل أمالهم ومناوراتهم الرامية المساس بصمات ومصداقية الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل رغم كيد الكائدين سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات في إطار أحكام دستور وقوانين الجمهورية، وأن ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية، وسيتمكن وطننا بإذن الله من خروج بالخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدنا. إذن أعود مرة ثانية إلى ضيف نشرتنا الأستاذ محمد العقاب، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، تبعنا معنا الموضوع. كلمة السيد الفريق، مضمون الكلمة: قال الكثير سيد الفريق في زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، نلتمس تأكيد وتمسك بالحل الدستوري كحل وحيد أو كمخرج وحيد للأزمة. هي في الحقيقة الخطاب يعني كان فيه مجموعة من الرسائل. أهم رسالة يعني اللي ممكن نستشفها أنه هو تشخيص يعني دقيق ومخيف. هو عندما يعني يقول أنه فيه يعني قوى
أجنبية يعني تتربص بالجزائر وتسعى إلى زعزعة الاستقرار. سنأتي إلى هذا الجانب. حدثني فقط عن تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري. هي مرتبطة لأنه تمسكه بالحل الدستوري لأنه أوضح أن المستهدف في النهاية هو ربط اللحمة القوية بين الجيش والشعب. وعندما تضرب اللحمة القوية بين الجيش والشعب فإن في نهاية المطاف الذي يكون مستهدف هو الجيش. لذلك ظل موقف الجيش يعني متمسكا بالحلول الدستورية. وربما على ضوء هذا نفهم لماذا يعني في هذا اليوم بالذات يعني رئيس الدولة بالنيابة يعني بادر واستدعى الهيئة الناخبة، لأن الأمور مترابطة. التشخيص الدقيق اللي تملكه المؤسسة العسكرية هو اللي خلى قائد الأركان يوجه هذه الرسائل المتعددة إلى الشعب ويقول له ويخاطبه ويقول على الشعب أن يفهم باللي هاي الظروف هاي المعطيات. يعني الحكمة في التعجيل باستدعاء الهيئة الناخبة هذا هو. أنا قلت لك يعني عندما نشوف التشخيص الدقيق وخاصة هذا التربص قوى أجنبية ونشوف وفي إشارة كذلك إلى الوضع الإقليمي. إحنا شفنا يعني الآن حرب قائمة في طرابلس، عندنا كذلك مناورات في الحدود في المغرب، عندنا مناورات كذلك أمريكية تونسية على الحدود الشرقية، الوضع في مالي ملتهب. إذن هذه المعطيات كلها يعني تخلي أنه لابد من العودة إلى الحياة الطبيعية. الحياة الطبيعية هي أن يكون عندنا رئيس في أقرب وقت ممكن. كذلك من أهم النقاط التي جاءت في كلمة سيد الفريق كنت ذكرتها التحذير من اختراق أجنبي منظماتي، اختراق للمسيرات السلمية وتحويل هذا الحراك السلمي إلى أمور. لا هي شوف هي طبيعي لأنه الآن هذا الحراك الشعبي يعني حراك، وعلى فكرة أنه مواقف الجيش في كل مرة يعني باركت هذا الحراك. حتى الخطاب اليوم يعني أثنى على الحراك وباركه وتعهد بأن يحمي مطالبه وحافظت على سلميته. بالضبط. الآن أنه أكيد أنه الجيش والمخابرات الجزائرية أكيد عندهم رجالهم داخل الحراك أكيد، ومن هذاك المنطلق أنهم تمكنوا من الحصول على معلومات دقيقة. والأكثر من هذا هي أنه يقول لك ضبطنا بمعنى يعني بالدليل المادي. ونزيد أكثر من هذا هي أن عبارة داخل الخطاب واللي بعد كتبت ونشرتها الصحافة يقول أن الجيش الوطني تقريبا هو اللي حمل الحراك من الاختراق، وهذه يعني كلها أشياء إيجابية. الاختراقات الآن تقريبا أصبحت سهلة لأنه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح. ممكن أي واحد حتى يكون في الخارج يقدر يدير يعني شعار وتتلقفوا يعني المستخدمين تاع شبكة التواصل الاجتماعي. احنا في الجزائر مثلا الفيسبوك فقط عندنا حوالي 23 مليون مستخدم. يعني الامور ليست بسهوله ربما اللي يتوقعها الجميع. بمعنى الاختراق يعني قائم، يعني ليس مستبعد الاختراق قائم، لانه الان وسائل الاختراق يعني قويه ما كانت مثل الاوقات السابقه. وعلى هذا الاساس يعني تحذيرات قائد الاركان اعتقد انها في محلها. وشاهدنا في الاسابيع الاخيره يعني كثير ما يسمى الان باللغه الانجليزيه الفيك نيوز او الاخبار الكاذبه. يعني اليوم فقط شتي الناطق الرسمي للحكومه يعني كذب خبر. اذا الان توخي الحيطه اذا والحذر كذلك من هذا الفضاء الذي أصبح من الصعب التحكم فيه. أستاذ العقاب الفريق أيضا أشار إلى مواصلة مكافحة الفساد عن طريق العدالة. أنا أعتقد أنه لاحظنا يعني منذ البداية أنه تمسك الجيش بتطبيق الدستور ومحاربة الفساد وكأنهم يمشون مع بعض، وهذا معناتها أن محاربة الفساد والفاسدين تقريبا هي رسالة تطمين للرأي العام بأن المطالب تاعو سوف يتم التكفل بها والوصول بها إلى النهاية، بدليل أنه لم يعني يفتح ملفات جديدة وإنما يعني تحدث حتى عن فتح الملفات القديمة. لأنه لاحظنا بالتزامن مع الحراك كثير من الشخصيات السياسية دعت إلى إعادة فتح الملفات القديمة لأنها تتوقع أن في الظروف اللي مرت يعني لم تكن هناك محاكمة عادلة. إذن أنا نشوف أن هذا الملف هذا محاربة الفساد هو رسالة طمأنة للرأي العام حتى يزيد في ثقته من خلال الإجراءات المتخذة. صحيح. نشكرك أستاذ العقاب محمد، كنت معنا ضيف في نشرة الثامنة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
والمشهد السياسي بتطوراته موضوع العدد الجديد من برنامج نقاش مفتوح تتابعونه عقب هذه النشرة على الجزائرية الثالثة وأيضا القناة الرابعة. البرنامج من تقديم زميلة فوزية بوسباك ويكون بمشاركة عدد من الأساتذة والمختصين في الشأن الاجتماعي والسياسي. ترقبوه. أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم بمبادرة منه اتصالات هاتفية مع نظرائه وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي ووزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري ومع الممثل الشخصي للأمين العام الأممي في ليبيا غسان سلامة. المحادثات تركزت أساسا على الوضع في ليبيا على ضوء أو في ضوء التطورات الخطيرة التي تعرفها الساحة الداخلية في هذا البلد الشقيق والجار. وحظي موضوع تدهور الوضع الأمني والاحتمالات الواردة للانزلاق نحو حالة عدم استقرار شاملة بتبادل مستفيض من قبل الوزراء. صبري بوقدوم دعا إلى توحيد سريع للجهود وإلى توظيف العلاقات والنفوذ الذي تتمتع به بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال وترجيح الحوار باعتباره سبيل الأوحد الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي وانسجامه والمحافظة على مؤسساته وتحصين القرار السيد للشعب الليبي من التدخلات الأجنبية. وفي هذا الإطار اقترح صبري بوقدوم دعوة ثلاثية المشكلة من وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر دعاهم للاجتماع في أقرب الأجال لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية، ويندرج هذا المسعى في إطار التضامن الدائم للجزائر مع الشعب الليبي واستعدادها للقيام بكل ما هو ممكن لاستعادة سريعة للأمن والطمأنينة واستئناف المسار السياسي للخروج من الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي أكد أن الحكومة اعتمدت إجراءات جديدة في تنسيق وزاري كامل لاستقبال شهر رمضان الكريم، وهي الإجراءات التي شارك في اتخاذها عدد منها أو عدد من الوزارات. الناطق الرسمي للحكومة قال أيضا إنه طالما أن المسيرات التي ينظمها الجزائريون منذ 22 فبراير المنصرم سلمية فلن يقابلها إلا التعامل السلمي، واعتبر أن الدولة على دراية بمطالب الشعب المعبر عنها خلال هذه المسيرات التي بينا من خلالها رغبته في سلامة البلاد واستغلال قدرات البلاد من أجل تحقيق نقلة نوعية. يقول طه بليتي. عدل الميكروفون الذي أمامه ورتب أوراقه لتنطلق الندوة الصحفية وأول خرجة للناطق باسم الحكومة الجديد حسن ربحي. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة استعرض مليا ولأكثر من ساعة من الزمن الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة لعروض الوزراء في اجتماع مجلس الحكومة. وقد طغت التحضيرات للشهر الفضيل على الشق الاجتماعي في مداخلة الناطق باسم الحكومة، أين نقل تأكيدات الوزير الأول نور الدين بدوي في الاجتماع على ضرورة إرساء مزيد من التنسيق بين كل الوزارات لإعداد مخطط مشترك. الحكومة قررت التخفيف من الوثائق الإدارية في ملف الإعانة المالية وأيضا إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين والنظر في اللجوء لبعض الصناديق لتعزيز هذه السياسة الاجتماعية في شهر رمضان كصندوق الزكاة. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عدد الوزارات المعنية بالتنسيق وبالإجراءات العملية الميدانية، وهي تشمل فيما تشمل وزارة التجارة، الفلاحة، الطاقة، المالية، الشؤون الدينية والثقافة، هدفها المشترك رمضان 2019 في ظروف مريحة. سيتم أولا اتخاذ إجراءات فيما يرتبط بتموين السوق حتى لا تفتقر لأي من المواد التي عادة تحتاجها السوق الجزائرية يعني في هذه الشهر. كذلك هناك إجراءات لتأطير التجارة الخارجية، يعني هناك تسهيلات كبيرة منها رفع بعض يعني الرسوم وكذا تدليل بعض العقبات والتخفيف يعني من ما يقتضيه يعني ملف المرتبط يعني بالتصريح يعني للاستيراد يعني من الخارج لبعض المواد.
سيتم يعني إدخال يعني كل التسهيلات التي من شأنها تسهيل يعني توريد هذه المواد الضرورية دون عناء. وفي رده على أسئلة الصحفيين وحول مسألة حظر المسيرات أيام الأسبوع ما عدا الجمعة وعن سؤال آخر حول قمع مسيرات الطلبة، قال الوزير إن على الصحفي التثبت في معلوماته خصوصا في هذا الظرف، وأن الحكومة تقدر موقف الشعب حق قدره. يعني هم الحكومة أو الدولة ليس في الجزائر فحسب، بل في أي من الدول الأخرى هو النظام العام، هو النظام العام. كوني على يقين إن تم ما جاء على لسانك لم يكن إلا بوازع وبهدف يعني الحفاظ على النظام العام. طالما أن المسيرات سلمية كوني على يقين لن يقابلها إلا التعامل السلمي. الوزير قال إن إعادة فتح قضايا وملفات فساد كبرى سابقة من مثل قضية الخليفة وملف الكوكايين المعروف بقضية البوشي وغيرها هي من اختصاص العدالة وحدها وبتضافر كل الجهود. عرفت بعض القطاعات العمومية والخاصة إضرابا تفاوتت نسبة الاستجابة له من قطاع إلى آخر على غرار بعض المؤسسات التربوية على المستوى الوطني. المتابعة لنور الدحماني. هذه صور الإضراب ببعض المؤسسات التربوية التي عاينتها كاميرا التلفزيون بكل من ولاية الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة. الاستجابة كانت متفاوتة في هذا الإضراب الذي دعت إليه كونفدرالية النقابات الجزائرية في كامل القطاعات العامة والخاصة. قالوا نبلي كان غراف جنرال ما كان يقرأ وكان ما قرأوش، بصح كاع خرجوا نورمالمون كاع خرجوا. خفنا على الباك سورتو، خفنا عليه صافي سخفنا عليه باسكو دوك يوم ماشي جو ماناش نقراو. يضرب واحد نهار نورمال مليح، بصح كون يديروا زعما بزاف وسمو يامات بزاف في الاضراب اني بلونش تخافين باك تروح لك كاع العام هكذاك وانا في الفصل التروازيام. هذا يعني الاضراب تاع اليوم ماشي اضراب تاع قطاع التربيه، هذا الاضراب هو اضراب يعني مع الحراك يعني تاع الشعب الجزائري. يا اضراب اليوم والمسيره الوطنيه دعت اليه كونفدراليه النقابات الجزائريه اللي ينشطوا فيها 13 نقابه في الوظيفه العموميه وفي القطاع الاقتصادي. ايضا التحقت بنا اليوم ومشكورين زملاء في نقابتين قد قيد التاسيس اللي هما نقابه الصفاب ونقابه النقابه المستقله لعمال البلديات. نسبة الإضراب ما عندناش رقم بالضبط، لكن الاستجابة واسعة جدا في كل القطاعات اللي مسها الإضراب، لأنه إضراب ليس فقط في قطاع التربية بل في القطاعات التي ذكرت من الوظيفة العمومية. الهدف من هذا الإضراب هو جاء دعما لأننا جزء من هذا الحراك الشعبي. كما كانت الدعوة للأولياء لمرافقة أبنائهم والابتعاد عن الشائعات وتجنب التأثير على المدرسة والمتمدرسين. في هذا الظرف اللي هو الفصل الأخير نحن ننادي إلى الهدوء لا فيجيلانس وخاصة مرافقة الأولياء لأبنائهم، ولكن الشيء اللي حتى كجمعية وطنية الأولياء التلاميذ نعاتبوه هو هذه الأيام بداية الأسبوع يعني الأحد الاثنين والثلاثاء كان هناك بعض الولايات يعني نذكر منهم تيزي وزو، نذكر منهم بجاية، بعض الولايات كان فيه يعني شلل كامل في معظم المؤسسات التربوية. يعني من يعني السؤال المطروح من دعا إلى هذا ما نقولش الإضراب ولكن إلى هذا الشلل. بالنسبة للقصة رحنا نتكلم مع الأولياء أنهم يتحملوا مسؤولية أبنائهم خاصة في مثل هذه الظروف. القصة خاصة اللي ما زال ملحقوش سن 19 سنة هذا مكانهم في المدرسة. هذا وستستأنف الدراسة لتلاميذ الأطوار الثلاث ابتداء من يوم غد. أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود في لقائه اليوم مع مديرية التجهيز أكد ضرورة إنجاز كل المرافق العمومية المسجلة وبذل مجهودات أكبر للانتهاء من إنجاز المشاريع المدرسية المتأخرة قبل الدخول المدرسي القادم، خاصة يضيف في الأحياء الجديدة الوزير. وبالمناسبة طمأن مكتتبي صيغتي عدل والترقوية العمومي البي بي أن المشاريع تسير بوتيرة
عادية، وعملية تسليم المفاتيح تتواصل بصفة منتظمة. وبخصوص مكتتبي عدل 2001-2002، أكد بالجود استدعاء كافة المكتتبين خلال شهر رمضان للانطلاق بعدها مباشرة في استدعاء مكتتبي عدل 2. أصدرنا التعليمات للسيد المدير العام للوكالة باستدعاء المكتتبين، وفي المرحلة هذه سوف تمس 10,000 مكتتب. فالعملية هذه سوف تستمر مباشرة بعد انتهاء من استدعاء 10,000 مكتتب. سوف يتم مباشرة بعد ذلك، أي مع منتصف إن شاء الله شهر رمضان، دعوة كافة المكتتبين. إذن فأولويتنا في هذه المرحلة هي الانتهاء بصفة إن شاء الله نهائية من برنامج 2001 و2002، وهنا طبعا سوف يسمح لنا المجال للتكفل بأصحاب عادل الاثنين. ليفري اون سيتي سان ايكول سان سيام سان ليسي ما بقات سيتي. دونك 1000 ايكيبمون كي نوز اتاند، جيسبر ان شاء الله كون دونرا لو ماكسيموم في هاد لا رونتري هادي. في ملف السكن دائما، وبولاية الجلفة تم استرجاع وعاء عقاري كبير لإنجاز مجمعات سكنية بمختلف الصياغ بالولاية ولاية الجلفة. يقول يوسف تافر: بعد نجاح عملية ترحيل أكبر حي فوضوي بولاية الجلفة بحي الزريعة، استفادت الولاية بوعاء عقاري سيسمح بإنجاز 1120 سكن من صيغة عدل، ومشروع بناء 250 وحدة سكنية ترقوي مدعم يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة، إضافة إلى مشروع منطقة نشاطات جديدة على مساحة 457 هكتارا بغلاف مالي قدره 300 مليون دينار. الشركات راهي معينة والأشغال سوف تنطلق عن قريب. المساحة نتاع الأرضية اللي مسترجعة هي 12 هكتار، وهو قطعة أرضية كبيرة جدا، وسوف تحتوي على هذا البرنامج السكني اللي سوف يساهم في حل مشكلة السكن على مستوى الولاية. حوالي 90,000 سكن على مستوى الولاية سجل، ومعظمها راهو أنجز. قاتلنا غير 4,900 سكن اللي راهي في طريق الإنجاز بمختلف الصيغ. هنا رانا في موقع الزريعه، وين استرجعنا ارضيه تقدر بحوالي 12 هكتار، وذلك لاستيعاب برنامج عدل بحصه تقدر ب 1129 وحده سكنيه اللي راح ننطلقوا فيها في اقرب وقت. استفادت الولايه من حصه كبيره 23,260 وحده سكنيه، وين هي على وشك الانتهاء، وين سمحت لنا بخلق اقطاب حضاريه قطبين هنا في بلد الجلفة، في وسارة، في مسعد، وراهي على وشك الانتهاء بكل المرافق والتهيئة. هي استراتيجية السلطات المحلية توفير المسكن اللائق لسكان الولاية، ورهان كبير لخدمة أبناء الجلفة وضمان العيش الكريم. تم اليوم توقيع اتفاقية للتعاون التقني والعلمي في مجال البيئة البحرية بين وزارة البيئة والطاقة المتجددة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. الاتفاقية تدخل في إطار مساعي قطاع البيئة لتعزيز الآليات التنظيمية والمؤسساتية لحماية الساحل الوطني والمحافظة عليه وتنمية الموارد البحرية. التوقيع جرى بحضور كل من وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة زهراء زرواطي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الشريف عمري. نستمع: عندنا شريط ساحلي أكثر من 1600 كيلومتر، لنا 14 ولاية ساحلية، كل هذا يعتبر كنز كبير من الموارد الطبيعية التي هي مهددة بفعل التغيرات المناخية، مهددة كذلك بكثير من التلوثات، والآن أصبح لزاما علينا الحفاظ على هذه الموارد. هذه الاتفاقية اليوم في بنودها البسيطة جدا عميقة جدا
وستكون لها أثارها على الميدان. اتفاقية شراكة تعاون مع قطاع البيئة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وخاصة تعزيز المنتوج البحري، منتوج الثروات الصيدية، وهذا ما يجعلنا مسرورين ويشجعنا باش نذهب قدما لتوسيع التعاون والشراكة خاصة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اللي هو كما تعرفون قطاع يشتغل في إطار البيئة وإطار الحفاظ على الإيكولوجيا. فلاحيا دائما تعرف منطقة والمنيعة بولاية غردية تقدما ملحوظا في مجال زراعة الخضر والفواكه والحبوب التي سجلت ارتفاعا كبيرا في نسبة الإنتاج مقارنة بالسنوات الأخيرة. الروبورتاج في الموضوع لعبد المؤمن بولالوا والقراءة للويزة تغال. شساعة الأراضي الصالحة للزراعة والثروة المائية الباطنية جعل من المقاطعة الإدارية المنيعة قطبا لجذب الاستثمارات الفلاحية، ويعد نجاح العديد من التجارب الفلاحية في شعب الحبوب والخضر والفواكه عاملا أساسيا في تجسيد مشاريع تنموية في الزراعات الاستراتيجية. حوالي 7000 ملف اللي تمت الدراسة نتاعها، في حتى بعض المستثمرين الأجانب يعني بشراكة مع الجزائريين، ونعطي على سبيل المثال هو الشراكة الجزائرية السعودية اللي راح حتى هو يعني 5000 هكتار، واللي حاليا راهو في تقريبا واحد العشرة أبار اللي راهي يعني ديجا يعني كومغوا إلى في الفوراج نتاع لي دي زكتار، وبربي إن شاء الله في أقرب وقت ممكن يعني راح تبدا في الإنتاج. القدرة الإنتاجية وصلت في السنوات الأخيرة إلى 200,000 قنطار سنويا، بعدما كانت عام 2016 لا تتعدى 80,000 قنطار، فيما يعمل القائمون على القطاع الفلاحي إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 400,000 قنطار سنويا. أولا الماء، وثاني الأعلاف. احنا مشينا يعني منطقة المناعة عرفت تطور كبير في إنتاج الأعلاف وخاصة الذرة الملفوفه لونسيلاتون ريباني، راهي الحمد لله رانا في السنه رانا تخطينا اكثر من 2000 هكتار نتاع انتاج الذره بما يقارب 50,000 طن يعني من انتاج الالاف، ورانا ما من اكتفاء ذاتيا رانا اكتفينا ورانا صدرنا الى الولايات المجاوره حتى الولايات الشمال. مؤهلات فلاحيه جعلت من المنيعه عاملا محركا للتنميه الاقتصاديه من حيث تحفيز الاستثمار المنتج والمساهمه في مجال الاكتفاء الذاتي واستحداث مناصب شغل. نشط اليوم الأمين العام للجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الحاج الطاهر بولا نوار ندوة صحفية تطرق فيها إلى جملة الإجراءات الخاصة بتموين الأسواق وتنظيم الأسعار تحسبا لشهر رمضان الفضيل بعد إقرار لجنة وزارية مشتركة للوقوف على التموين وتحديد أسعار مرجعية لبعض المواد الأساسية. فيما يلي يرفع على مسامعنا أذن صلاة العشاء، نستمع للمؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. قام وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي بزيارة إلى المدرسة العليا للعلوم الرياضية والتكنولوجيات والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب، حيث تفقد الهياكل الرياضية وظروف إقامة الطلبة بهذه المدارس الرياضية. بالمناسبة أكد الوزير على ضرورة التكوين كعنصر مهم في التأطير. احنا ان شاء الله يعني شفنا عن قرب نقائص تاع هاد المعهدين، وان شاء الله الشيء اللي مبشر بالخير ومبشر للطلاب انه فيها غلافين ماليا اللي تهيئه هاد المعهد، خاصه هنا في قصرين ولا في المعهد العالي يعني الاس تي اس اللي هو في شيفالي، في الاس تي اس المعهد التكنولوجي العالي الاشغال انطلقت، وان شاء الله يعني نتمنى من تكون تواصل بهذه السيروره هذه. وقطاع الشباب والرياضة تعزز بولاية جيجل بمرافق ومنشآت جديدة من شأنها ترقية الممارسة الرياضية بالمنطقة. يقول نور الدين بن عبسة: ممارسة الرياضة الجوارية بجيجل باتت فعلا يوميا يجد فيه المواطنون متنفسا يحفزهم على تجسيد مبدأ الصحة الجسدية والقضاء على الرتابة. يعني عندنا متنفس واسع لممارسة الرياضة سواء على الطريق ولا هنا الفوق في الجبال، يعني الامور ما شاء الله، ولا حتى هنا في الملعب يعني كيما نقولوا كاين اجراءات هكذا، يعني من حق يعني المركب باش يعني يطلب عليه كيما نقولوا ولو كان بطاقه كيما نقولوا في صالحك لاسيرونس كيما نقولوا حنا. كيما البلاسمون تاع ستاد هذا اون بلان سونتر فيل هكذا بون حاجه مليحه، ميم باغ اكزومبل ميم يكونوا صغار دراري ولا يقدر باغ اكزومبل بوه يكون كيما نقولوا حاجه قريبه، فهمت؟ مام الوالد يقدر يجي مع ابنه يقدر يمارس يقدر يوقف حتى مع ابنه يشوفه هكذا يموتيفيه يحفزه. مرافق رياضية أخرى سيتم استلامها قريبا لتعزيز النشاط الرياضي عبر الولاية وتمكين الشباب من إيجاد مزيد من الفضاءات الرياضية وتخفيف المعاناة عن البعض الآخر من التنقل نحو جيجل انطلاقا من قاوس في غضون 8 أسابيع. وحنا يعني جمعية يعني هذا المركب اللي راح يفسح يعني مزود جديد على مستوى بلديتنا يعني عربون ويفتحوا جرا يعني مكسب للبلدية. في البرنامج التأهيلي تاع الولاية عندنا 102 ملعب رياضي بين ملعب رياضي وملعب جواري
في 11 ملاعب بلديه، عندنا ثلاث مشاريع كبيره كشتو تاع زيامه، القاعه الرياضيه المتعدده تاع زيامه تاع 500 مقعد. هي الجهود التنمويه المبذوله لتعميم الفعل الرياضي عبر جيجل، وتحفيزا للفرق الرياضيه بالولايه اقيمت مراسم حفل تقديم مساعدات ماليه ل 75 فريقا من مختلف التخصصات، مساهمه بفعل تكاملي بين السلطات والمحسنين خدمه للشباب. بهدف تمتين رابطة جيش أمه انطلقت اليوم بالبيض فعاليات الأبواب المفتوحة حول سلاح الإشارة بمركز التدريب للإشارة الشهيد قطاف محمد التابع للناحية العسكرية الثانية. التظاهرة فرصة للتعريف بهذا السلاح والاطلاع عن كثب على العتاد والمعدات الموجودة قيد الاستغلال ومقاييس التكوين المعتمدة والفرص التي تتيحها أمام الشباب وشروط الالتحاق بصفوفه. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للذخيرة يحتوي على ما يلي: 19 قذيفة أو 19 قذيفة هليكوبتر من نوع S-8، 42 قذيفة مضادة للدبابات من عيارات مختلفة، 99 قذيفة هاون عيار 82 ملم، قذيفة واحدة للقاذف الصاروخي RPG-7، 8 قنابل FLG بالإضافة إلى 72 صماما من مختلف العيارات. تأتي مثل هذه النتائج المتواصلة لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي على صعيد تأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من مختلف المخاطر والتهديدات. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية أمس ببرج باجي مختار 4 تجار مخدرات، وحجزت 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج و57 رزمة من مخدر القنب الهندي وكمية من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش بتمنراست 10 مناقبين عن الذهب، وضبطت 6 أجهزة كشف عن المعادن و6 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط ومركبتين رباعيتي الدفع، في حين حجزت مفرزة أخرى كمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بعين قزام. في الذاكرة التاريخية، نظمت اليوم جمعية مشعل الشهيد ندوة حول مساهمة قطاع الصحة إبان ثورة التحرير ودور المتطوعين في صفوف الثورة لمعالجة الجرحى والمصابين. الندوة نشطها أساتذة جامعيون وتخللتها شهادات حية لمجاهدين من مختلف الولايات التاريخية. نذهب الآن إلى الشأن الدولي. وفي الشأن الليبي، تتواصل المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر، وهذا قبيل جلسة طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي. وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن تأجيل المؤتمر الجامع الذي كان مقررا في غد أمس إلى حين أن تهدأ الأوضاع. في ملف البريكسيت، طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي إرجاء عملية الخروج من الاتحاد حتى 30 جوان المقبل، هذا وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان البريطاني لم يوافق على خطة للانسحاب منه حتى الآن. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، وتشجيعا للإبداع عند الناشئة وتحسبا للمشاركة في المسابقة الدولية التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي تحت عنوان أكتب رسالة حول بطلك، جرت بولاية بشار التصفيات الجهوية وبإشراف وزارة البريد بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية المتابعة لمصطفى بن دهينة. هم تلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي من ولاية أدرار بشار تندوف والنعامة، يشاركون في التصفيات الجهوية لمسابقة أكتب رسالة حول بطلك. موضوع المسابقة لهذه السنة والتي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي،
معنا لمشاعرنا ونكتبوا حول بطلنا المفضل. وانا جيت باش نشرف ولايتي ولايه النعامه ونكون سفيره ان شاء الله في ولايه في بلد الجزائر ان شاء الله. جيتنا للمشاركه تعب الشر نكتب باش نكتب على البطل رساله على بطلي. شاركت في هذه المسابقه تاع اقلام بلادي حول البطل تاعي، شاركت باش نولي سنه من 10 الاوائل. مسابقة أجمل رسالة بعد التصفيات الوطنية، يفوز مشارك أو مشاركة لتمثيل الجزائر في النهائيات الدولية بسويسرا. شاركت في مسابقة الرسالة باش نتحدث على بطالي ونظهر مشاعري وباش نشرف مدينة تيندوف ولايتها. درت الرسالة لبطالي وإن شاء الله نكون من 10 الأوائل وإن شاء الله نتمنى التوفيق. شاركت في المسابقة باش ندير نتحدث على بطالي ونتمنى التوفيق كاع اللي شاركوا فيها ويكملوا على هذا المنوال. ولاية بشار احتضنت التصفية الجهوية تحت رعاية وزارة البريد والمواصلات وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، والمبدعون تنافسوا في أجمل رسالة تحكي سيرة البطل، ولكل مشارك بطل هو القدوة. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستدعي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية 2019. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد التزام الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية ويحذر من اختراق المسيرة السلمية ويدعو أبناء الشعب الجزائري إلى اتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر. معنا كذلك الناطق الرسمي للحكومة يفند إشاعة منع المسيرة بالعاصمة ويدعو الإعلام إلى التأكد من المعلومات قبل نشرها، ويعلن أيضاً عن إجراءات لتعزيز السياسة الاجتماعية في شهر رمضان المقبل. مواقعنا على النت دائماً في خدمتكم، شكراً لكم وسلام عليكم.